سلام الله عليكم أبنائي، يسرني أن أقدم لكم اليوم درساً من دروس مكون الإملاء تحت عنوان تنوين الأسماء المقصورة. نشاط أتذكر. قبل أن نستأنف شرح درسنا الجديد، لابد لنا من أن نعرج على درسنا السابق الأسماء الموصولة ونتذكر أهم ما تطرقنا له بخصوصه. إذن، ما هي الأسماء الموصولة التي تكتب بلام واحدة؟ سأترك لكم برهة للتفكير. جيد، إذن الأسماء الموصولة التي تكتب بلام واحدة هي الذي، التي، الذين. وما هي يا ترى الأسماء الموصولة التي تكتب بلامين؟ أيضا برهة للتفكير. جيد، اللذان، اللذين، اللتان أو اللتين، اللواتي أو اللاتي. نشاط ألاحظ. أدعوكم أبنائي إلى ملاحظة الأسماء التالية وتحديد الحرف الذي انتهى به كل اسم منها. المستشفى، المقهى، العصا، القرى، القفا. إذن أبنائي، بماذا انتهت هذه الأسماء؟ جيد، كما تلاحظون كلها تنتهي بألف ممدودة أو مقصورة. فمثلا كلمة المستشفى، المقهى، القرى انتهت بماذا؟ بألف مقصورة. أما العصا والقفا فانتهت بألف ممدودة. ماذا نسمي هذه الأسماء؟ نسميها أسماء مقصورة. إذا تذكروا أبنائي أن الأسماء المقصورة هي الأسماء التي تنتهي بألف ممدودة أو مقصورة. أعزائي، أشرت في بداية الشريط أن درسنا سيكون حول تنوين الأسماء المقصورة، وفهمنا جيدا الشطر المتعلق بالأسماء المقصورة. وبقي أمامنا ماذا؟ أحسنتم، بقي أمامنا الشطر الخاص بالتنوين. فما معنى التنوين؟ سأقرأ على مسامعكم أبنائي الجملة التالية: شرب الفتى ماء ملوثا فدخل المستشفى للعلاج. أدعوكم أعزائي إلى استخراج الأسماء المقصورة الواردة في هذه الجملة. أحسنتم، إذن الأسماء المقصورة الواردة في هذه الجملة هي أو هو اسم الفتاة واسم المستشفى. لاحظوا أبنائي، بماذا ابتدأت كلمة الفتاة؟ أحسنتم، ابتدأت بأل، وأل تدل على ماذا؟ جيد، إذن أل هي لام التعريف. إذن الفتاة هو اسم مقصور معرف. وماذا عن المستشفى؟ نفس الشيء، المستشفى هو اسم مقصور معرف. لاحظوا أبنائي المثال الثاني: شرب فتى ماء ملوثا فدخل مستشفى للعلاج. إذن أبنائي، لاحظوا أن المثال الثاني شبيه جدا بالمثال الأول، لكن هناك اختلاف بسيط. سأترك لكم برهة لتقصي هذا الاختلاف. أحسنتم، نلاحظ أبنائي أن كلمة فتى في المثال الثاني كتبت بدون أل، وبأن الحركة في آخرها قد كررت. ونفس
نفس الشيء بالنسبة لمستشفى، هي الأخرى كتبت بدون ال وكررت حركتها في الأخير. إذن ماذا نقول؟ إذن التنوين أعزائي هو حذف ال وتكرار الحركة. إذن فنعود إلى المثال الأول، إذن نقول أن الفتى المستشفى هو اسم مقصور غير منون. لماذا؟ لأنه معرف. أما فتى ومستشفى في المثال الثاني هو اسم مقصور منون. إذن ما هو الاستنتاج الذي خلصنا إليه؟ جيد، إذن استنتجنا أن الاسم المقصورة هو كل اسم آخره ألف أصلية سواء أكانت ألفا ممدودة أو مقصورة. واستنتجنا أيضا أن الاسم المقصورة ينون بالفتح. أدعوكم أعزائي إلى إنجاز النشاط التالي، قم بتنوين الأسماء التالية: الندى، الدمى، الرضا، الحصى. إذن كما تلاحظون هذه أسماء مقصورة لأنها تنتهي بألف إما ممدودة أو ألف مقصورة، لكنها غير منونة لأنها معرفة، فقوموا إذن بتنوينها. أدعوكم أعزائي إلى أن نصحح النشاط معا: ندى، دمى، رضا، حسن. إذن لاحظنا أبنائي أننا لكي ننون الأسماء المقصورة لابد لنا من أن نحذف لام التعريف وأن نكرر حركة الفتحة. أترككم الآن أحبائي وأضرب لكم موعدا لاحقا نغرف فيه معا من ينابيع العلوم وعيون المعرفة.